الآن طلاب لنبحث في التعامد في الفراغ. التعامد في الفراغ، نحن في الدراسة السابقة أو في السنوات السابقة كنا ندرس التعامد على الأشكال المستوي أو في الأشكال المستوي، وكان التعامد خاص بالمستقيمات، وكنا نقول عن مستقيمين أنهما متعامدين إذا كانا يتقاطعان بحيث يشكلان زاوية 90 درجة. اليوم التعامد في الفراغ راح يكون على ثلاث أشكال. تعامد في الفراغ راح يكون على ثلاث أشكال: تعامد المستقيمات، وتعامد المستويات، وتعامد مستقيم مع مستوى. اليوم التعامد في الفراغ راح يكون على ثلاث أشكال: تعامد المستقيمات، وتعامد المستويات، وتعامد مستقيم مع مستوى. بداية أقول في الواقع سوف ندرس التعامد في الفراغ على ثلاث أشكال: تعامد المستقيمات، وتعامد المستويات، وتعامد مستقيم مع مستوى. وبالحال العام نقول عن شكلين أنهما متعامدين، نقول عن شكلين أنهما متعامدين إذا كانا متقاطعين بحيث يشكلان زاوية قائمة. يعني مستقيمين متعامدين ممكن يكونوا بهذا الشكل في الفراغ، صح؟ هذين شكلين مستقيمين متعامدين، مستويين متعامدين راح يكونوا مثلا بهذا الشكل في الفراغ. انظر، شكلين متعامدين إذا كانا متقاطعين بحيث يشكلان زاوية قائمة. لذلك طلاب سوف أدرس المبرهنات التالية. راح أدرس التعامد في الفراغ من خلال خمس مبرهنات راح نضيفهم إلى المبرهنات الفراغية. لذلك الآن لدي المبرهن الخامس، لأنه بالتوازي درست أربع مبرهنات. أول مبرهن في التعامد راح تكون المبرهن الخامس، راح سميها المبرهن الخامس طلاب في التعامد. تقول المبرهن الخامس: المستويين العمودين على مستقيم واحد متوازيين، والمستقيم العمودي على أحد مستويين متوازيين عمودي على الآخر. أقول المستويين العموديين على مستقيم واحد متوازيين، والمستقيم العمودي على أحد مستويين متوازيين عمودي على الآخر. انظر إلى هذا الشكل، لدي مستويين، المستوى الأول اسمه B1 والمستوى الثاني اسمه B2. المستوى B1 يعامد المستقيم D. انظر، المستوى B1 يعامد المستقيم D، والمستوى B2 يعامد المستقيم D. إذا مستويين، انظروا للشكل، عمدوا مستقيم واحد، اثنيناتهم عموديات على D، هذا شو بيعني؟ بيعني أنه هالمستويين متوازيين. وبنفس الوقت أقول إذا كان المستقيم D عمودي على أحد مستويين متوازيين فإنه يكون عمودي على الآخر. يعني إذا كان B1 والB2 مستويين متوازيين ودي عامد المستوي B1، هذا يؤدي أن دي يعامد المستوي B2. أقول طلاب، المستويين العموديين على مستقيم واحد متوازيين، والمستقيم العمودي على أحد مستويين متوازيين عمودي على الآخر. نعم، يعني أقول إذا كان المستوي B1 يعامد المستقيم D والمستوي B2 يعامد D، هذا يؤدي B1 يوازي B2. هذا ما يتعلق بالسطر الأول. ما يتعلق بالسطر الثاني، المستقيم العمودي على أحد مستويين متوازيين. عندك مستويين متوازيين هنو B1 والB2. إذا كان B1 يوازي B2 والB1 يعامد D، أو الدي يعامد B1، هذا يؤدي B2 يعامد D. في نفس الوقت طلابنا، أنا عندما أقول B
بي يعامد دي، نفس الشيء لو قلت دي يعامد بي، يعني إذا مستقيم عامد مستوي، هذا الحكي نفس الشيء إذا المستوي عامد المستقيم. إذا مستقيم عامد مستوي نفس الشيء لو قلت المستوي عامد المستقيم. هاي المبرهن الخامسة، مستويين العموديين على مستقيم واحد متوازيين، والمستقيم العمودي على أحد مستويين متوازيين عمودي على الآخر كما هو موضح لدينا في الصورة. لو أمعنت النظر طلابنا بإمعان النظر في هذا الشكل، لدي المستقيم دي قلت عمودي على بي واحد، هذا البي واحد. طيب متى يكون مستقيم عمودي على مستوي؟ طيب أنا رسمت المستقيم دي ورسمته عمودي، شو هو المعيار اللي من خلاله بيكون مستقيم عمودي على مستوي؟ أقول طلاب حتى يكون مستقيم عمودي على مستوي لازم يعامد مستقيمين متقاطعين يحويهما ذلك المستوي. انظر المستقيم دي اي متى عمد البي؟ عند اللي عمد هذا المستقيم انظر المؤشر، وهذا المستقيم انظر هاد وهاد، هون عمل زاوية قائمة وهون عمل زاوية قائمة. نفس الشيء دي عمد البي 2 عند اللي عمد هذا المستقيم وعندما عمد ايضا هذا المستقيم. المعيار لحتى يتعامد مستقيم مع مستوي شو هو؟ هو أن يكون المستقيم دي عمودي على مستقيمين متقاطعين يحويهما بي. انظر نقول حتى يكون مستقيم عمودي على مستوي يجب أن يكون المستقيم عمودي على مستقيمين متقاطعين يحويهما المستوي. حتى يكون مستقيم عمودي على مستوي يجب أن يكون مستقيم عمودي على مستقيمين متقاطعين يحويهما المستوي كما هو موضح لدينا من خلال هذه الرسمة. انظر عندي مستوي، قيمة مستقيم بعمد المستوي إذا كان عمودي على هذا المستقيم وعلى هذا المستقيم. لذلك هالكلام راح صيغه بملاحظة، بأن أقول ملاحظة حتى يكون مستقيم عمودي على مستوي يجب أن يكون عمودي على مستقيمين متقاطعين يحويهما هذا المستوي. مستقيم بعامد مستوي إذا كان عامد بآن واحد مستقيمين متقاطعين من هذا المستوى. هذا طلابنا المبرهن الأولى والملاحظة اللي بتعلق فيها. الآن لدي المبرهن الثاني. المبرهن الثاني في التعامد في الفراغ، تقول المبرهن الثاني، لاحظ المبرهن الثاني في التعامد راح أنا رقمها مبرهن ستي. أنا في المبرهن الخامس قلت المستويين العمودين على مستقيم واحد متوازيين، هلأ بدي أقول المستقيمين العموديين على مستوى واحد متوازيين، ورح أقول أيضا المستوي العمودي على أحد مستقيمين متوازيين عمودي على الآخر. انظر المستقيمين العموديين على مستوى واحد متوازيين والمستوي العمودي على أحد مستقيمين متعامدين على أحد مستقيمين متوازيين، عفوا المستقيم العمودي على أحد مستقيمين متوازيين عمودي على الآخر. انظر إلى الرسمة، لدي المستقيم دي واحد ولدي المستقيم دي اثنين يعامدان المستوي بي. المستقيمان دي واحد ودي اثنين عموديان على المستوي بي، معناته دي واحد يوازي دي اثنين، هيك بتقول مبرهن ستي. المستقيمان العموديان على مستوى واحد متوازيان والمستوي العمودي على أحد مستقيمين متوازيين، لاحظ مو الدي واحد بعامد البي، معناته البي بعامد الدي واحد. إذا كان الدي واحد والدي اثنين متوازيين والبي عامد الدي واحد، هذا يؤدي أن البي يعامد دي اثنين. المستوى العمودي على أحد مستقيمين متوازيين، المستوي العمودي على أحد مستقيمين متوازيين عمودي على الآخر.
أستطيع أن أعبر عن هذه المبرهنة بلغة الرموز. انظر، المستقيمان العموديان على مستوى واحد متوازيان. لاحظ الدي واحد، المستقيم دي واحد يعامد المستوى بي، والمستقيم دي اثنين يعامد المستوى بي. هذا يؤدي أن الدي واحد يوازي الدي اثنين، مستقيمين عامدوا نفس المستوى. هذا الحكي بيعطيك أنه الدي واحد يوازي الدي اثنين. وبنفس الوقت السطر الثاني من المبرهنة، المستوى العمودي على أحد مستقيمين متوازيين عمودي على الآخر. يعني أنا في عندي مستقيمين متوازيين أنه الدي واحد والدي اثنين، أقول إذا كان دي واحد يوازي دي اثنين والمستقيم دي واحد يعامد البي، أو البي عمودي على المستقيم دي واحد، هذا يؤدي أن البي يعامد دي اثنين، أو إن قلت دي اثنين يعامد البي، هذا الشيء ما بيأثر. هاي الرموز المكتوب بالأزرق تغنيك عن الكتاب العربي المكتوب بالأسود. هذا طلابنا ما يتعلق بالمبرهن السادسي. لاحظوا عيني، أنا أستخدم برهنات في الفراغ مشان شو؟ مشان إثبات، أو أستخدمهم كمعايير لإثبات التعامد، تعامد مستقيم مع مستوى، تعامد مستويين، أو إلى غير ذلك. إذن لدينا الآن المبرهنة السابعة في التعامد في الفراغ. تقول المبرهنة السابعة: إذا كان المستقيم دي عمودي على المستوى بي، عندئذ المستقيم دي يعامد كل مستوى دلتا محتوى في المستوى بي. كيف يعني؟ انت اذا كان في عندك مستوى بي، هذا المستوى الموضح هنا، وعندك مستقيم دي يعامد هذا المستوى كما هو واضح، عندئذ اذا كان دي بعامد البي، معناته دي يعامد اي مستقيم دلتا من بي. اذا كان مستقيم دي، انظروا إلى الشكل، إذا كان المستقيم دي عمودي على المستوى بي، عندئذ المستقيم دي يعامد أي مستقيم محتوى في هذا المستوى. مستقيم عامد مستوى، عامد جميع مستقيماته. أعيد، إذا مستقيم عامد مستوى، معناته عامد كل مستقيم محتوى في هذا المستوى. المبرهنة الثامنة، تقول المبرهنة الثامنة: حتى يكون المستقيم دي عمودي على المستوى بي، يجب أن يكون عمودي على مستقيمين متقاطعين دي واحد ودي اثنين يحويهما المستوى بي. يعني حتى يعامد المستقيم دي المستوى بي، لازم يعامد مستقيم اسمه دي واحد ويعامد مستقيم اسمه دي اثنين. لازم الدي يعامد المستقيم دي واحد ويعامد المستقيم دي اثنين. حتى يعامد مستقيم مستوى، لازم يعامد مستقيمين متقاطعين يحويهما ذلك المستوى. مستقيم دي يعامد المستوى بي إذا كان عمودي على الدي واحد والدي اثنين كما هو موضح لدينا في هذا الشكل. المستقيم دي عامد المستوى بي، لازم يعامد مستقيمين راح سميهم دي واحد ودي اثنين، هذين مستقيمين متقاطعين يحويهما المستوى بي. والمبرهنة التاسعة في التعامد في الفراغ والأخيرة، تقول المبرهنة تسعة: كل مستقيم عمودي على أحد مستقيمين متوازيين عمودي على الآخر. يعني إذا أنت في عندك مستقيم اسمه دي واحد وعندك مستقيم اسمه دي اثنين، وبفرض أن المستقيمين دي واحد ودي اثنين متوازيين، إذا في عندك مستقيم دي عامد المستقيم دي واحد، معناته لازم يعامد المستقيم دي اثنين. كل مستقيم عمودي على أحد مستقيمين متوازيين عمودي على الآخر. إذا طلاب، المبرهنة السابعة: إذا كان مستقيم عمودي على مستوى، فإنه عمودي على أي مستقيم محتوى في ذلك المستوى. المبرهنة الثامنة: حتى يعامد مستقيم مستوى، يجب أن يكون عمودي على مستقيمين متقاطعين يحويهما ذلك المستوى.
المبرهنة التاسعة، كل مستقيم عمودي على أحد مستقيمين متوازيين عمودي على الآخر. هذا طلابنا ما يتعلق في أو ما يتعلق بمبرهنات التعامد في الفراغ.